Hi, my dear student, how are you all? I wish you all fine. Today, inshallah, we want to answer the workbook, page 48 and page 49. So, كيفكم يا تالت؟ اليوم إن شاء الله رح نحل كتاب الworkbook صفحة 48, 49 و 50. على الأغلب 50 أنتوا حلتوها مع المس ولا ف يعني مش مشكلة, أنا رح أوريكم بس حلها قدام اللي هي الفونكس. فخلينا نشوف اللي هما التمرينات اللي رح نحلهم اليوم. Find the missing letter, write the words. خلينا نوجد الأحرف المفقودة ونكتب الكلمة. أول سورة عندنا اللي هي garden, من لفظها ga. إذا في عنا حرف A مفقود, حرف ال A مفقود بنكتبه. في عنا garden, حرف ال E اللي بنلفظه A, حرف ال E اللي بنلفظه A, garden. تمام. تاني كلمة اللي عنا roof اللي هو السقف, سقف اللي هو الحرف المفقودة دبل او دبل او. في عنا chimney, chimney اللي هي المدخنة, الحرف المفقودة اي و اي, اي و اي, هاي chimney قدامكم. في عنا nest اللي هي العش, الحرف المفقود اللي هو الاي, ن الحرف اللي بنلفظه اي اللي هو الاي, فاللي هي nest. في عنا swing, swing من الحرف اللي بنلفظها اي اللي هي الاي, فاذا الحرف المفقود اي swing. في عنا wall, اذا الاي اجى وراها دبل ال, اذا الاي اجى وراها دبل ال بنلفظ او, فwall اللي هو عنا قدامنا. وفي اخر اشي اللي هي الارض, الارضيه اللي هي floor, وفي عنا دبل او, دبل او هيها قدام, كل حرف المفقود دبل او هون اي. هاي بالنسبة لتمرين جي. خلينا نروح لتمرين اتش اللي هو read, draw and color, اللي هو اقرأ ارسم ولون. نقرأ وحسبه بنلون. My grandfather had a small old house. My grandfather اللي هو جدي had a small old house, كان اللي هو عنده منزل قديم وصغير, عنده منزل قديم وصغير. إذا عنده منزل قديم وصغير. It had a red roof, عنده red roof, السقف لونه أحمر, فعندنا منلون هنا أحمر, السقف أحمر, roof أحمر. And two tall chimneys, في عنده تنتين مداخن طويلة. طبعا هون أنت بدك ترسمهم رسم, two chimneys اللي هو أنت بدك ترسمهم رسم, اللي هو عندنا بدك ترسم تنتين لأنه عم بحكي لنا two. طبعا tall يعني طويل. تمام. It had little windows and a big green door. هلأ هو عبارة عن بيت مش مرسوم عليه إشي, بحكي لك بدك ترسم little windows, بدك ترسم لك شوية شبابيك, يعني ممكن هنا نرسم هون كمان شباك وهكذا. يعني هي عنا بيصير عنا شباكين أرسمه. وفي عنا and big green door, بحكي لك باب أخضر كبير, باب أخضر كبير, فبترسم عندك هون باب وبتلونه أخضر, ترسم باب وبتلونه أخضر. خلنا ننتقل لنمبر 2 اللي هو grandpa had a pretty garden, عنده حديقة رائعة. There was a swing in the tree, بحكي لك انه هو عنده حديقة رائعة. هاي هلا عندنا الشجرة, بحكي لك انه في على التري اللي هي الشجرة, تري يعني شجرة, في على التري swing. There was a swing in the tree, في أرجوحة. فانت شو بتعمل؟ بترسم عندك هون أرجوحة, ترسم هون هيك أرجوحة, بترسم على العود هاد على الغصن أرجوحة. There were lots of flowers, there were lots of flowers, في كتير أزهار, ترسم أزهار flowers هون, ترسم مثلا هون وهكذا, نرسم flowers وين ما كان. تمام. flowers يعني أزهار اللي هو ورود. تمام. بالنسبة للرقم 3 اللي هي الأخيرة, grandpa had a car, it was very old, اللي هو عنده سيارة وهي كثير قديمة. slow بطيئة and noisy مزعجة, but it was beautiful, لكنها جميلة. it was red and black, لونها كان أسود وأحمر, فمن لون السيارة أسود وأحمر وانت عزوقك. تمام. هذا بالنسبة لتمرين اللي هو H. تمام. هلأ خلينا نشوف تمرين I look and write, انظر واكتب. هلأ هنا اللي صح بدنا نكتب yes, واللي غلط نكتب no. Did she have a bike, هل لديها bike, في عنا صح نكتب yes, she بعدين مننزل did. هلأ to, did she have a computer, عنا غلط فبنكتب no بعدين مننزل she بعدين did not.
اللي هو نرجع نعيدها that she have a computer عنا x فمنحط no بعدين she بعدين did not فمنين فمنحط did not. هلأ خلنا نروح على number 3 did he have a مبين عنا شو الرسمة اللي هي منحط راديو عنا x فمنحط no he نزل he بعدين did not no he didn't. هلأ بالنسبة على number 4 اللي هو في عنا did she مبين عنا did she have a horse هل عندها حصان؟ الإجابة لا ف no she didn't no she didn't. هلأ خلنا نشوف الرسم هون يا منحط صح يا منحط غلط. look read and write اللي هو انظر واقرأ واكتب there هلأ إذا صح منحط اه وإذا غلط منحط غلط يعني ما في تمام إذا صح ما مننفي وإذا غلط مننفي. السؤال الأولى اللي هو number one there were horses on the farm there weren't horses on the farm إذا صح إذا there were horses لأنه there weren't نفي. number two they were at their grandma house they weren't at their grandma's house إن هما كانوا في بيت جدهم ما كانوا ببيت جدهم عنا X ما كانوا فمنحط they weren't نحط عندها اللي هو صح اللي هو number 3 they were watching a movie at the home they weren't watching a movie at the home عنا صح إذا منحط they were لأنه ما فيها نفي. number 4 هي خطأ إذا نفي فمنحط he wasn't at the pool هو لم يكن في المسبح. هذا بالنسبة لتمرين جي. هلأ بالنسبة للفونيكس هذا بالنسبة للفونيكس اللي هو هون عنا بنحط الأحرف الناقصة هون عنا الأحرف الناقصة اللي هو grandmother يعني جدتي لهايها بنحط عندها number one نحط عندها number one بس اللي هي عنا البساط بنحط عندها number two هاي es في عندك present اللي هي هدية هايها بنحط عندها number three boxes برضو اللي هي number four هايها اللي هي برايز اللي هي بنحط هون number five number six اللي هي ساندويش اللي هو بنحط عليها number six اللي هي ساندويشات. هلأ بالنسبة لبي listen and circle اللي هو بدنا نحط دائرة عليها اللي هو هيك الدوائر بتنحط تمام. هذا بالنسبة لبي طبعا هون princess فبنحطها تمام. هلأ بالنسبة لآخر تمرين read and say هدول بدك تقرأهم وتحكيهم فما فيهم أي مشاكل. هذا بالنسبة للفونكس وحله وأظن أنتوا حلتوه ويعطيكم ألف عافية.